مرحبا موريس. مرحبا ماجد. مرحبا موريس، شو الاخبار؟ من الصبح معجوقين بقبرص، يعني من ساعات صباح الاولى وكل الليل طبعا نحن بانتظار اي تطور، كل شو عم بيصير في تطور بملف القبرصي. طبعا المشاهدين بيعرفوا انه ازمه قبرص في لها مخيف تنتشر بكافه القاره الاوروبيه بحال ما توصل الداخل القبرصي والمسؤولين عن السياسه بقبرص ومجلس النواب الى ما هنالك لخطه بديله ربما لخطه الانقاذ اللي طرحتها وطرحها الاتحاد الاوروبي. نحن بانتظار تطورات ورا بعض. بتتلمس الارض مزبوط، بتلحق تروح وتجي. روح ونجي. يعني احنا متابعين بنشاط الاقتصاد طبعا هالملف من الاول لا حتى نهايته. تفضل موريس. شكرا. والبداية لبنانية، حيث استضافت بيروت مؤتمر أرابنت 2013 بدورته الرابعة، وهو أكبر تجمع للصناعات الإبداعية العربية الرقمية بالتعاون مع مصرف لبنان وبدعم من وزارة الاتصالات وشراكة بنك عودة والإم تي في. لمحة عن أبرز محطات المؤتمر بتقرير للزميلة جيسي تراد قسطن. بشكل أرابنت الملتقى الأهم للمهنيين ورجال الأعمال بالساحة الرقمية العربية، وهو مشروع بيهدف إلى تنمية قطاعي الإنترنت والموبايل من خلال توفير منصة انطلاق للمشاريع الرقمية الناشئة. وجمع أرابنت 2013 أكثر من 80 متحدث و600 مشترك، كما سلط الضوء على أهم الإنجازات كالنمو الاستثنائي باشتراكات الجيل الثالث لـ3 جي بلبنان، فعدد المستخدمين ارتفع من 280 ألف بالـ 2011 إلى أكثر من 1.3 مليون حالياً، كما ورح يشهد لبنان انطلاق الخدمة التجارية للجيل الرابع الـ4G بدءا من أيار المقبل، واللي رح تكون سرعته 5 أضعاف السرعة الحالية. الشركات الدولية اليوم أو الإقليمية إذا ما بتنقي لبنان بيكون همها الاستقرار، استقرار الأمن والسياسي مش البنى التحتية. البنى التحتية اللبنانية انتقلت نوعيا، صارت مقبولة، وبعد في شغل لترجع تقفز قفزة جديدة. نشتغل اليوم لنخفض الأسعار. بتعرف إنه مضينا مع أبروس اشترينا 25% من الكابل اللي بيوصل أبروس مع أوروبا، وفي وصلة من لبنان وأبروس. فاليوم صار عنا ساعات دولية قد ما بدنا، لازم بالعكس نزيد الاستعمال. فعم نفكر بإعادة النظر بسعر بتعرفة الدي اس ال والإيوان يعني اللي بيشتروا الشركات، وبتعرفة ال 3G. ومن أهم المبادرات الهادفة إلى جذب الأعمال والتكنولوجيا المحلية والعالمية هي إقامة منطقة خاصة رقمية ببيروت تحت اسم بيروت ديجيتال ديستريكت. لا شك بيروت ديجيتال ديستريكت واحدة من أهم الانيشيتيف يلي هلأ عم بتصير لتطوير الإيكو سيستم للأنتربرنور وللستارت أب، الشركات الناشئة. بيروت ديجيتال ديستريكت بروميسز، يعني بتوعدنا أنه تكون موقع لتلاقي الشباب مع بعض البعض، التالنت هاي، بمكان أولا متوفر فيه كل التجهيزات بسعر أفوردبل، بسعر يقدروا يوفروه الشباب الصغار، وبنفس الوقت بيكونوا قراب من بعضهم البعض ليستفيدوا من خبراتهم ومن تواصلهم. مع تخطي عام 2008 الأجهزة المتصلة بالإنترنت، عدد سكان الأرض بيبرز القطاع الرقمي كالأداة الأحدث والأقوى بتنشيط الاقتصاد ومواجهة البطالة. جيسي تراد قسطون، MTV. اليوم 22 أدار هو اليوم العالمي للمياه بلبنان، اللي تخطى عدد سكانه حوالي 4.8 مليون نسمة، واللي بيشهد نسبة نمو سكاني ب 2.7% سنويا. بكم يمكن تقدير الطلب فيه على المياه؟ وكيف يوزع الطلب؟ واقع حال المياه بلبنان، وكيف يجب حماية هالثروة اللي أصبحت اليوم من الأسباب العالمية لتشن من أجلها الحروب؟ حول هالموضوع معنا مباشرة على الهاتف رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا والخبير المائي الدكتور بسام همدر. دكتور، شكرا لكونك معنا على الهواء. يعني اليوم هو اليوم العالمي للمياه بالعالم، كيف نوصف هيك بمقدمة سريعة واقع حال القطاع المائي اليوم أو الوضع المائي اليوم بلبنان؟ أول شيء أحييك وحي المشاهدين. المقدمة إن في لبنان في عنا 15 نهر. نعم. ثلاثة أنهار مشتركة مع سوريا، هي النهر البارد والحاسباني والنهر العاصي. عدد الينابيع بلبنان 1100 ينبوع. تقدر موارد لبنان المائية المتساقطة بـ9 مليار متر مكعب. نعم. نظرياً استاذ موريس، لبنان قصر المياه. نعم. عملياً وواقع على الأرض، 5 مليار متر مكعب يخسرها لبنان بواسطة ما يسمى التبخر والتعرق. نعم. بفضل عنا 4 مليار.
4 مليار بيتسرب منها مليار و400 مليون متر مكعب لطبقات جوفية بالمحصلة حتى ما ضيع المشاهدين. نعم. بالمحصلة لبنان كل ثروة المائية السنوية 3 مليار متر مكعب. نعم. أما الاستعمال يعني قد ما في عندنا نختصر دكتور تقدر نستفيد من كل معلومات من حضرتك. تفضل. نعم. أما الاستعمال اليوم عندنا 2 مليار متر مكعب زراعة. نعم. مليار متر مكعب للأفراد وعندنا 300 مليون متر مكعب للصناعة. يعني حاجة لبنان هلا 3.3 مليار متر مكعب بينما لبنان عنده بالسنة فقط 3 مليار متر مكعب. فعنده لبنان عجز كل سنة هلا 300 مليون متر مكعب. وحضرتك تفضلت بالمقدمة وقلت هناك ازدياد سكاني في لبنان ونسبة الازدياد السكاني سنويا بين 2.7%. تبدل بعوامل هذيك المناخ، ارتفاع درجات الحرارة، كل هيدا. طب الحل اليوم المطلوب، الخطة اليوم العاجلة والطارئة لازم تقوم فيها الحكومة للحفاظ على هالثروات اليوم، ما نوصل بيوم من الأيام إنه لبنان يصير مثل الدول العربية بحاجة للمياه، شو المطلوب اليوم دكتور؟ أستاذ مريم، الليطاني نبع لبناني 100%. نعم. ولد في لبنان ويدفن في لبنان للأسف. بالسنة من ضيع من الليطاني نحن 500 مليون متر مكعب تنزل على البحر. نعم. وين مشروع الليطاني؟ مشروع الليطاني اللي مضوب اللي لازم البلشوا فيه، مشروع الليطاني بيجيب فايدة اقتصادية وايد. نعم دكتور. على لبنان كله. نعم. وحدة الشغل الثاني ترشيد استعمال المياه بلبنان. نعم. يا أستاذ مريد. نعم. ترشيد الاستهلاك نحن. نعم. ما في عنا كلتشر لنحافظ على المي. نعم دكتور. دكتور يعني احنا لضيق الوقت هذا موضوع مهم جدا كثير وطويل، رح نحن نتابع هذا الموضوع طبعا بتقارير لاحقه حول موضوع المياه بلبنان. انا بدي اتشكرك دكتور وعلى امل تكون الوزاره ايضا رح تستمر بالمشاريع اللي قامت فيها للقيام بالسدود الموعوده والشعب اللبناني موعود فيها بالسنوات القليله المقبله. نحن خلينا نتابع اخبارنا الاقتصاديه حيث ارتفعت موجودات البنوك الخليجيه نهايه عام 2012 ل 938.5 مليار دولار بوقت ارتفعت ارباحها بنسبه 14.9% وذلك حسب التقرير الصادر عن شركة جلوبل الكويتية للأبحاث. وأشار التقرير أن النمو الربحية بلغ أعلى معدلاته بالبنوك الإماراتية حيث بلغ معدل نمو الأرباح 43.1% وثالثة البنوك الكويتية بنسبة بلغت 25.4% ثم السعودية ب 7.5% والبنوك القطرية بمعدل نمو عند 2.1%. إلى الملف الأبرز طبعا عالميا وهو الملف القبرص اليوم، حيث أعلن وزير مالية روسيا أن المحادثات مع قبرص انتهت دون تحقيق أي نجاح بسبب عدم اهتمام الشركات الروسية بعروض الاستثمار بقطاعي الطاقة والمصارف بقبرص مقابل مساعدة مالية للجزيرة. وغادر وزير المالية القبرصي ميخالي ساريس موسكو اللي وصل الثلاثة سعيا للحصول على دعم من السلطات الروسية لإنقاذ الجزيرة اللي أصبح اقتصادها على شفير الانهيار. ومن جهة أخرى أكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية أنه بلاده بتجري مفاوضات شاقة مع الترويكا الجهات الدائنة الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولي والمركز الأوروبي لتفادي إفلاس القطاع المصرفي وانهيار اقتصاد الجزيرة. اقترحت الحكومة القبرصية على البرلمان إنشاء صندوق للتضامن تودع فيه إيرادات من امتيازات استغلال حقول النفط والغاز وسندات وأصول أخرى لمساعدتها على جمع مليارات من اليوروات للحصول على خطة للإنقاذ. ومن جهة أخرى أكد وزراء مالية منطقة اليورو أن المجموعة الأوروبية مستعدة لمناقشة مسودة مقترح جديد من قبرص بتتوقع أنه تتلقيه قريبا جدا. بوقت أكدت المجموعة على أهمية توفير حمية كاملة للودائع المصرفية اللي بتقل عن 100,000 يورو بالاتحاد الأوروبي. عالميا أفاد تقرير المعهد الوطني للإحصاء حديث بأنه الاقتصاد الفرنسي رح ينكمش بأول 6 أشهر من العام 2013 ليعود ويسجل بعض النمو بنصف الثاني من هالسنة بحدود 0.1%، بوقت رح تستمر نسبة البطالة بالارتفاع لتوصل خلال 2013 ل 11% وهو أعلى مستوى يسجل من عام 1999. بوقت توقع على المعهد أنه يفقد الاقتصاد الفرنسي 74,000 وظيفة بين كانون الثاني 2013 وحزيران المقبل. نبقى بفرنسا حيث وجهت النيابة العامة من مدينة بوردو الفرنسية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي تهمة استغلال الضعف بحق المليارديرة
ليليان بوتونكور وريثة مجموعة لوريال العالمية لمستحضرات التجميل، الأمر اللي ممكن يقود أي عمل لساركوزي بالعودة للساحة السياسية مستقبلا. وبسعى القاضي لتحديد ما إذا كان ساركوزي استغل ضعف ليليان بوتونكور البلغة من العمر 90 سنة، المرأة الأغنى بفرنسا، عندما طلب منها 150 ألف يورو لتمويل حملته الانتخابية عام 2007 وعقوبة استغلال الضعف في السجن لمدة 3 سنوات مع غرامة بتوصل ل 375 ألف يورو، كما وبتؤدي لفقدان المتهم الأهلية لمدة 5 سنوات كحد أقصى. أغلق مؤشر نيكي الياباني على تراجع طبعا بجولتنا عفوا على المؤشرات والأسواق العالمية طبعا بداية بورصة بيروت اليوم اللي أنهت الجلسة على مزيد من التراجع باستمرار التوتر السياسي الداخلي والوضع الأمني أيضا المتوتر بالشمال اللبناني، مما بيدفع المستثمرين لعدم الدخول بالأسواق وشراء الأسهم، تراجعات بمعدل حوالي 0.5% تقريبا بين سوليدار أ وسوليدار بي مما ضغط على المؤشر. الأسواق الخارجية مقفل اليوم ولكن بنظر على معدل أداء هالمؤشرات خلال الأسبوع بيكون المؤشر السعودي ارتفع حوالي 1% بدعم اساسي من قطاع البتروكيماويات خلال الاسبوع، اما مؤشر سوق دبي فعانى من عمليات جني ارباح خلال الاسبوع، طبعا هالعمليات اللي كانت نتجت عن ارتفاع المؤشر بشكل كبير ب او اول شهرين من هالسنه واللي تخطت مكاسبه 16%. الى جوله على المؤشرات الاسيويه، حيث اغلق مؤشر نيكي الياباني على تراجع مع تزايد المخاوف من انه تضطر قبرص للانسحاب من منطقه اليورو بعد ما كان امهلا مساء امبارح الاتحاد الاوروبي حتى التنين لجمع المليارات اللي بتحتاجها للحصول على حزمه الانقاذ. التراجع واضح على نيكي الياباني بحدود 2.5%. عودة المؤشرات الأوروبية بعد من خسائرها من بعض الوقت بعد الإعلان عن اتفاق بين قبرص واليونان، والاتفاق بنص على بيع قبرص لليونان الوحدات اليونانية التابعة للبنوك القبرصية، وبتنهي طبعا هالأمر بينهي حالة من عدم اليقين بشأن مصير هالوحدات. وكانت لقيت أيضا المؤشرات الضغوط من تراجع معنويات الشركات بألمانيا بأدار لتقطع موجة صعود دامت لأربعة أشهر، كرملك عم نشوف الاستقرار بشكل عام عاد على المؤشرات. طبعا احنا بانتظار أي توضيح وأي والاجتماع المنتظر البرلمان القبرصي بعد ظهر اليوم اللي كان أجل من مساء امبارح للبت بموضوع المقترحات وسبل معالجة الخطة البديلة المتوقع أن يعلن عنها بالساعات المقبلة الزعماء السياسيين بقبرص. إلى جولة على أداء المعادن، حيث أنصة الذهب عم تشهد بعد عمليات جني أرباح، طبعا الذهب بعد ما كان وصل لمستويات 1600 وحوالي 15 دولار بالجلسات الماضية عاد لسجل تراجعات بحوالي 0.5% بظل عملية جني الأرباح حاليا. إلى جولة على أسواق، طبعا عم نشاهد أمامنا النفط اللي عم يسجل أيضا استقرار اليوم فوق 107 دولار تقريبا لبرنت الأوروبي، ولكن النفط بشكل عام ما زال بطريقه للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي بالوقت اللي بتتسابق فيه قبرص مع زمن لجمع الأموال اللازمة للحصول على خطة الإنقاذ الأوروبية. إلى جولة سريعة على أداء العملات، حيث اليورو كان عوض بعد من خسائره صباح اليوم وعاد لمستويات 1.2954، عم نشاهد أمامنا على الشاشة طبعا بعد الاتفاق اللي تم من بعض الوقت بين قبرص واليونان باستحواذ أثينا على الوحدات اليونانية للبنوك القبرصية بعد الإيجابية بالملف القبرصي. طبعا الساعات المقبلة هي رح بتكون الفاصلة لمصير الاقتصاد القبرصي والقطاع المصرفي القبرصي اللي أصبح على شفير الانهيار. نحن منتابع هالأخبار معكم بالنشرات الاقتصادية المقبلة. نحن وصلنا نهاية الأخبار، المزيد بالنشرة المسائية منعود لكم. شكرا.